آخر وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم. قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت حجة الوداع، وبعدها نزل قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبكى أبو بكر الصديق عند سماع هذه الآية، فقالوا له: ما يبكيك يا أبا بكر؟ إنها آية مثل كل آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعاد الرسول، وقبل وفاته بتسعة أيام نزلت آخر آية من القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وبدأ الوجع يظهر على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: أريد أن أزور شهداء أحد. فذهب إلى شهداء أحد ووقف على قبور الشهداء وقال: السلام عليكم يا شهداء أحد، أنتم السابقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وإني إن شاء الله بكم لاحق. وأثناء رجوعه من الزيارة بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: اشتقت إلى إخواني. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي، أما إخواني فقوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. اللهم إنا نسألك أن نكون منهم يا الله. وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبل الوفاة بثلاثة أيام بدأ الوجع يشتد عليه، وكان في بيت السيدة ميمونة، فقال: اجمعوا زوجاتي. فجمعت الزوجات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتأذنون لي أن أبقى في بيت عائشة؟ فقلنا: نأذن لك يا رسول الله. فأراد أن يقوم فما استطاع، فجاء علي بن أبي طالب والفضل بن العباس فحمل النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجوا به من حجرة السيدة ميمونة إلى حجرة السيدة عائشة. فرآه الصحابة على هذا الحال لأول مرة، فيبدأ الصحابة في السؤال بهلع: ماذا أحل برسول الله؟ ماذا أحل برسول الله؟ فتجمع الناس في المسجد وامتلأ وتزاحم الناس عليه، فبدأ العرق يتصبب من النبي صلى الله عليه وسلم بغزارة. فقالت السيدة عائشة: لم أر في حياتي أحدا يتصبب عرقا بهذا الشكل. فتقول: كنت آخذ بيد النبي وأمسح بها وجهه، لأن يد النبي أكرم وأطيب من يدي. وتقول: فأسمعه يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فتقول السيدة عائشة: فكثر اللغط، أي الحديث في المسجد، إشفاقا على الرسول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، يخافون عليك. فقال: احملوني إليهم. فأراد أن يقوم فما استطاع، فصبوا عليه سبع قرب من الماء حتى يفيق. فحمل النبي وصعد إلى المنبر، فكانت آخر خطبة لرسول الله وآخر كلمات له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، كأنكم تخافون علي. فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال: أيها الناس، موعدكم معي ليس الدنيا، موعدكم معي عند الحوض، والله لكأني أنظر إليه من مقامي هذا. أيها الناس، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. ثم قال: أيها الناس، الله الله في الصلاة، الله الله في الصلاة، بمعنى أستحلفكم بالله العظيم أن تحافظوا على الصلاة. وظل يرددها. ثم قال: أيها الناس، اتقوا الله في النساء، أوصيكم بالنساء خيرا،
ثم قال: أيها الناس، إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فلم يفهم أحد قصده من هذه الجملة، وكان يقصد نفسه، بينما سيدنا أبو بكر هو الوحيد الذي فهم هذه الجملة، فانفجر بالبكاء وعلى نحيبه، ووقف وقاطع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فديناك بآبائنا، فديناك بأمهاتنا، فديناك بأولادنا وبأزواجنا، فديناك بأموالنا. وظل يرددها، فنظر الناس إلى أبو بكر كيف يقاطع النبي، فأخذ النبي يدافع عن أبو بكر قائلا: أيها الناس، دعوا أبا بكر، فما منكم من أحد كان له عندنا من فضل إلا كافأناه به، إلا أبو بكر لم أستطع مكافأته، فتركت مكافأته إلى الله عز وجل. كل الأبواب إلى المسجد تسد، إلا باب أبو بكر لا يسد أبدا. وأخيرا، قبل نزوله من المنبر، بدأ الرسول بالدعاء للمسلمين قبل وفاته كآخر دعوات لهم، فقال: آواكم الله، حفظكم الله، نصركم الله، ثبتكم الله، أيدكم الله. وكانت آخر كلمة قالها كلمة موجهة إلى الأمة من على منبره قبل نزوله، قال: أيها الناس، أقرئوا مني السلام، كل من تبعني من أمتي إلى يوم القيامة. وحمل مرة أخرى إلى بيته، وبينما هو هناك دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك، فظل النبي ينظر إلى السواك، ولكنه لم يستطع أن يطلبه من شدة مرضه. ففهمت السيدة عائشة من نظرة النبي، فأخذت السواك من عبد الرحمن ووضعته في فم النبي، فلم يستطع أن يستاك به، فأخذته من النبي وجعلت تلينه بفمها وردته للنبي مرة أخرى حتى يكون طريا عليه. فقالت: كان آخر شيء دخل جوف النبي هو ريقي، فكان من فضل الله علي أن جمع بين ريقي وريق النبي قبل أن يموت. تقول السيدة عائشة: ثم دخلت فاطمة بنت النبي، فلما دخلت بكت، لأن النبي لم يستطع القيام، لأنه كان يقبلها بين عينيها كلما جاءت إليه. فقال النبي: أدن مني يا فاطمة. فحدثها النبي في أذنها فبكت أكثر، فلما بكت قال لها النبي: أذن مني يا فاطمة. فحدثها مرة أخرى في أذنها فضحكت. بعد وفاته سئلت: ماذا قال لك النبي؟ فقالت: قال لي في المرة الأولى: يا فاطمة، إني ميت الليلة. فبكت. فلما وجدني أبكي قال: يا فاطمة، أنت أول أهلي لحاقا بي. فضحكت. تقول السيدة عائشة: ثم قال النبي: أخرجوا من عندي في البيت. فقال: أدن مني يا عائشة. فنام النبي على صدر زوجته ويرفع يده للسماء ويقول: بل الرفيق الأعلى. تقول السيدة عائشة: فعرفت أنه يخير. ودخل سيدنا جبريل عليه السلام وقال: يا رسول الله، ملك الموت بالباب يستأذن أن يدخل عليك، وما استأذن على أحد من قبلك. فقال النبي: إئذن له يا جبريل. فدخل ملك الموت على النبي وقال: السلام عليك يا رسول الله، أرسلني الله أخيرك بين البقاء في الدنيا وبين أن تلحق بالله. فقال النبي: بل الرفيق الأعلى. ووقف ملك الموت عند رأس النبي وقال: أيتها الروح الطيبة، روح محمد بن عبد الله، اخرجي إلى رضا من الله ورضوان ورب راض غير غضبان. تقول السيدة عائشة: فسقطت يد النبي
وثقل رأسه على صدري، فعرفت أنه قد مات، فلم أدري ما أفعل. فما كان مني غير أن خرجت من حجرتي وفتحت بابي الذي يطل على الرجال في المسجد، أقول: مات رسول الله، مات رسول الله. تقول: فانفجر المسجد بالبكاء، فهذا علي بن أبي طالب أقعد فلم يقدر أن يتحرك، وهذا عثمان بن عفان كالصبي يؤخذ بيده يمنة ويسرة، وهذا عمر بن الخطاب يرفع سيفه ويقول: من قال أنه قد مات؟ قطعت رأسه، إنه ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى للقاء ربه، وسيعود، وسأقتل من قال أنه قد مات. أما أثبت الناس فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل على النبي واحتضنه وقال: وخليلاه، وخليلاه، وصفياه، وحبيباه، ونبياه. وقبل النبي وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم خرج يقول: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فسقط السيف من يد عمر. يقول عمر: فخرجت فعرفت أنه قد مات. ويقول: فخرجت أجري أبحث عن مكان أجلس فيه وحدي لأبكي وحدي. ودفن النبي صلى الله عليه وسلم. والسيدة فاطمة تقول: أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على وجه النبي؟ ووقفت تنعى النبي وتقول: يا أبتاه، يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ندعاه، يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ندعاه، إلى جبريل ندعاه.